أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن كل مرحلة في مسيرتنا الوطنية حافلة بالمنجزات والمكتسبات، وأنه بعزمنا وإصرارنا قيادة وشعبا فإن القادم من هذه المسيرة يبعث على التفاؤل ويبشر بمستقبل مفعم بالإنجاز، منوها سموه بأن التعاون هو عنوان علاقة الحكومة مع السلطة التشريعية دائما، وأن الشراكة الحكومية البرلمانية حتما ستتعمق مع المجلس المقبل، لأن هذا ما دأبنا عليه وثقتنا في أعضائه من ثقة المواطن الذي أوصلهم إلى قبة البرلمان ليمثلوه في بيت الشعب وبنسبة مشاركة شعبية غير مسبوقة. وحث سموه على أن نكون دائما يدا واحدة وتجنب الفرقة والتفرقة ووصد أبوابها، ومنها سوء استغلال وسائل التواصل الاجتماعي. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل صباح اليوم بقصر القضبية عددا من كبار المسؤولين والنخب الفكرية والثقافية ورجال الصحافة والإعلام وجمع من المواطنين، حيث تبادل سموه معهم الحديث حول عدد من قضايا الشأنين المحلي والدولي. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالأجواء الديمقراطية التي جرت فيها المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية، وما أظهره شعب البحرين من حرص كبير على التصويت بما يعكس مدى وعي أبناء البحرين وولائهم لبلدهم. وقال سموه: أود من كل قلبي أن أشكر شعب البحرين على مواقفهم ومساندتهم لوطنهم في كل الظروف، وهذا ما تعودنا عليه من أبناء البحرين، وكل مرحلة نتمناها أفضل مما سبق، ونتمنى أن تكون المرحلة المقبلة أكثر ثراء وإشراقا وأمنا للبحرين وشعبها. وأعرب سموه عن تمنياته للنواب الجدد بالتوفيق والسداد في خدمة وطنهم، ويكون عند حسن ظن المواطنين الذين انتخبوهم في تحقيق ما يأملونه على المستويات كافة، مؤكدا سموه أن الحكومة كانت وما زالت وستظل حريصة على التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما يخدم جهود التنمية التي تعود بالنفع والخير على المواطنين. وخلال اللقاء شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية أن يستمر الجميع في العمل بكل الإخلاص وذات الروح الإيجابية لصالح البحرين، ويكون الجميع يدا واحدة في مواجهة كل ما يراد به تعكير صفو المجتمع. وقال سموه: البحرين بلد خير ومحبة، ونحن شعب واحد، وأدعو الله أن يوفقنا جميعا في العمل من أجل تقدم الوطن ورفعته في مختلف المجالات. ونوه سموه بالشباب البحريني وما يبديه دائما من حرص مخلص على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكدا سموه أن الحكومة حريصة على إتاحة الفرصة أمام أبناء وبنات البحرين حتى يسهموا بفاعلية في صناعة حاضر ومستقبل الوطن. وشدد سموه على ضرورة وحدة الكلمة، وأن نعمل جميعا من أجل تنمية بلدنا، مجددا سموه التحذير من خطورة الاستغلال السيء لوسائل التواصل الاجتماعي في بث الأخبار والمعلومات الخاطئة والمضللة. وقال سموه: يجب أن نكون يدا واحدة في مواجهة ذلك وأن نعمل على صده. وفي الشأن الخارجي، رحب سموه بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى مملكة البحرين. وقال سموه: يسرنا أن نرحب بسموه بين أهله وإخوانه، ونؤكد على أهمية الزيارة في توطيد علاقات الأخوة والمحبة التي تربط البلدين. وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية الشقيقة بمكانتها وتأثيرها في المحيطين الإقليمي والدولي ستظل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والسند القوي لأشقائها في مختلف الظروف.